للناس اللي شعرهم بيتساقط بشدة وعنف جدا أثناء التسريح، لما بتيجي نسرح شعرنا وخاصة السيدات تسرح شعرها تلاقي في الفرشة كومة من الشعر، أو تلاقي شعرك متنطور في ركان البيت ومش عارفة شعرك بيتساقط بعنف كده، إيه السبب في الموضوع ده؟ برضو أثناء الشاور أو الاستحمام نلاقي شعرنا بيتساقط بعنف وشدة جدا. أقول لكم يا جماعة على حل أنا مجربه بنفسي مؤخرا وفعلا قلل لي نسبة التساقط أو تقريبا خلاها مش موجودة أصلا. وكمان يا جماعة العلاج ده فيه ميزة جميلة جدا، وإن هو للناس اللي بتلعب جيم أو رفع أثقال أو حاجات زي كده، وإنت بتشيل الوزن تحس إن إيدك بترعش وتحس إن أعصابك تعبانه جامد جدا، او مثلا وانت بتصلي او حاجه زي كده تلاقيك وانت بتسجد بترعش، اعصابك مش مظبوطه، عندك اي مشكله في الاعصاب، تنميل، الكلام ده كله هتحس بالفرق فيها من اول جرعه ومن اول استخدام. فتعال نشوف ايه الحل الفعال لتساقط الشعر الشديد سواء اثناء تسريح الشعر او اثناء الاستحمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا صديقي تكون بخير وشعرك بألف صحة وألف خير. التأمين ده يا جماعة أنا بستخدمه بقالي تقريبا أسبوعين أو أكتر من أسبوعين بحاجة بسيطة، والصراحة نتائجه معايا ممتازة ورائعة جدا، وهو فيتامين بي 12. تمام، في منه اكتر من صيغه واكتر من شكل، انا بس جايب لك الحاجه اللي انا بستخدمها، يعني انت هات حاجه ثانيه ده مستورد. تمام، هات المتاح ليك، هات اللي موجود في بلدك، في منه موجود محلي في الصيدليات في كل دول العالم وفي كل الدول العربيه، هتلاقيه بمنتهى السهوله، ما تلزمش نفسك بالحاجه اللي انا جايبها، هات اللي متاح ليك. وفيتامين بي 12 ده او بي 12 ده يا جماعه هو فيتامين مسؤول عن الاعصاب، مسؤول عن اعصاب ايدك واعصاب رجلك واعصاب الجسم بصفه عامه. نقصه من الجسم للاسف بيعمل مشاكل كتير جدا زي ضعف الاعصاب والوهن، وانك تحس كده ان انت عارف اما تصحى من النوم وتحس ان انت كده تعبان، ومهما تاكل وتشرب وتفطر وتشرب قهوه وتعمل الحاجات دي كلها تحس بخمول وتعب كده، ده بيبقى غالبا من ضمن الاعراض بتاعه نقص فيتامين بي 12 او بي 12 في الجسم. من ضمن برضو اعراض نقص فيتامين بي 12 في الجسم دي وهي تساقط الشعر بشده اثناء تسريحه او اثناء الاستحمام. ميزه بقى فيتامين بي 12 ده يا جماعه انه انت هتشوف تاثيره من اول استخدام، يعني بمجرد اول يوم، اول يوم والله هتستخدمه هتحس بفرق كبير جدا في قله تساقط الشعر. هتلاقي تساقط الشعر لو بيتساقط ليك مثلا، الناس اللي بتتساقط شعرها بنسب كبيره 200 شعرايه في اليوم و150 شعرايه في اليوم، دي نسب عاليه جدا يا جماعه، فالناس اللي شعرها بيتساقط بشده وبعنف جدا فيتامين بي 12 ممتاز جدا في الموضوع ده. هتلاحظوا من اول استخدام ان مثلا لو بيتساقط ليك 100 شعرايه في اليوم هتلاقيهم نزلوا لمعدل 50 شعرية في اليوم، وبعد مثلا اول اسبوع من استخدامه هتلاحظوا ان ال 50 شعرية دول نزلوا مثلا بقوا المعدل الطبيعي اللي هو مثلا 25 30 شعرية في اليوم. زي ما قلنا برضو الفيتامين ده هو المسؤول عن الاعصاب، لو انت بترعش في الجيم مثلا بتشيل وزن تقيل وبتلاقي وانت بتشيله كده اعصابك بترعش، اعرف ان انت عندك برضو نقص من فيتامين بي 12. ايه بقى مميزات فيتامين بي 12 ده اللي احنا بنتكلم عليه؟ مميزاته انه سرعة الاستجابة في جسمك ليه، لان هو فيتامين يذوب في الماء من مجموعة فيتامينات بي او مجموعة فيتامينات ب، زي وضعه برضو او حاله زي فيتامين سي، دي فيتامينات بتذوب في الماء، ودي فيتامينات لمعلوماتك كده يعني في السريع فيتامينات ملهاش اي سمية، يعني لو زادت في الجسم مفيش اي خطورة منها لان الجسم بياخد احتياجه اليومي منها وبينزل الباقي في البول. الميزة التانية لفيتامين ب 12 انك مش محتاج تستمر عليه لفترة طويلة، يعني لو انت عندك نقص شديد قوي منه هتاخده لمده مثلا 3 اسابيع او اسبوعين مثلا وبعد كده هتوقفه تماما. فيتامين بي 12 ده يا جماعه في منه في الاسواق وفي الصيدليات اكثر من شكل واكثر من نوع واكثر من ماركه، لا يسعنا الوقت لحصرها، لكن هتلاقي منه 3 صيغ، في صيغ 3، انا مش هقول براندات، انا هقول صيغ منه انت تختار المناسب بالنسبه لك. 1 في منه الاقراص، 2 في منه الحقن، في منه بيتاخد حقن عن طريق العضل اعتقد، وفي الشكل اللي انا جايبه ده وهو الشكل السائل ده عباره عن قطاره بتتاخد تحت اللسان، او زي ما انت شايف كده يا صديقي الحاجه قدامك اهي، الفيتامين بي 12 هو عباره عن قطاره، ده تركيزه 5000 مايكرو جرام، 5000 مايكرو جرام، دي جرعه عاليه. تمام، دي جرعه عاليه للناس اللي عندهم نقص شديد جدا. هل انا باخد ال 5000 دول كلهم؟ لا، انا الدكتور اللي كان كاتب لي عليه كان قايل لي تاخد منه نص قطاره، يعني فيما يعادل من 2000 ل 2000 ونص مايكرو جرام.
هل دي جرعة عالية؟ دي جرعة متوسطة، مش عالية قوي مش قليلة قوي، لان انا الدكتور قال لي استمر عليه من اسبوعين لعشرين يوم وبعد كده وقفه. تعالوا سوا اقول لكم هو شكله عامل ازاي من جوه، عشان طبعا انت اكيد عندك حب استطلاع. هو لونه احمر من جوه، بص كده يا صديقي، لون السائل من جوه لونه احمر زي ما انت شايف كده في القطارة. تمام، انا الجرعة اللي باخدها باخد نص القطارة زي ما انت شايف كده. بعمل الاتي، باخدها بحطها تحت اللسان كده، بسيبها مدة بالظبط دقيقة تحت اللسان، وبعد كده ببلع المادة دي او النقطتين اللي انا حطيتهم تحت اللسان دول، بتتاخد مرة واحدة بس يوميا. طيب ليه بقى انا اخترت السائل ده وما اخترتش الصيغتين التانيين اللي هم الحبوب او الكبسولات والحقن؟ الحقن انا ماليش في الشكشكة والحقن والكلام ده، بس الحقن تأثيرها يمكن كمان اسرع من السائل ده. السائل ده اللي انا استخدمته تحت اللسان ده اللي بيفضل تستخدمه مثلا لمدة اسبوعين او ثلاث اسابيع بيبقى كده انت خدت الكورس بتاعه، لكن الحقن اعتقد بتكون بتاخدها ثلاث مرات مثلا، بتاخدها مرتين كل اسبوع او ثلاث او اربع مرات، هي ليها كورس يعني معين انت بتاخده، بتاخد حقنتين في الاسبوع او حاجه زي كده. الحبوب بقى هي بتاخد وقت شويه، يعني الحبوب برضو جميله وممتازه لو متاحه بالنسبه لك برضو هاتها مفيش مشكله، لكن بتاخد وقت عبال ما بتشتغل، لكن ده سائل فبيمتص في الجسم بشكل اسرع، فانا ماليش في الشكشكه والحقن والكلام ده، ففضلت ان انا اجيب الصيغه السائله اللي هي تحت اللسان دي، وبعدين طعمه حلو كمان بطعم الفراوله، حلو جدا ومش هيضايق اي حد. ايه بقى الحاجات اللي انا حسيتها من استخدامي لفيتامين بي 12 ده يا جماعه؟ مبدئيا في اول 3 ايام لاحظت حاجه جميله جدا، انا باخد الجرعه بتاعتي صباحا يعني بعد الافطار، بعد وجبه الافطار باخد الجرعه بتاعته لان هو بيدي نشاط وبيدي حيويه. المهم بعد اول 3 ايام من استخدام الفيتامين بي 12 ده حسيت فعلا ان معدل الطاقه والنشاط عندي زاد جدا، وان فعلا بقيت بقوم فايق كده، عارف لما تحس ان انت في قوه في جسمك، في كده فاهم سترينس عندك. بعد بقى اسبوع من ما مشيت على الفيتامين بي 12 ده لاحظت ان فعلا نسبه التساقط اللي كانت بتحصل في شعري قلت النص، يعني مثلا زي ما قلت لك لو كان بيقع للواحد 100 شعرايه في اليوم هيبقوا 50، وهتلاحظ ده من اول اسبوع. فيتامين بي 12 ده موجود في ايه؟ في الاكل اللي بناكله، موجود في البيض يا صديقي العزيز، ممكن تاخد 3 بيضات يوميا او يعني من 2 الى 3 بيضات يوميا. ما تحبش البيض؟ كل كبده، الكبده البقري او كبده البقر جميله جدا وممتازه جدا ومليانه فيتامين بي 12. عندك كمان سمك السلمون، هو غالي شويه ولكن هو برضو غني جدا 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 بعناصر غذائيه كتير على راسها فيتامين بي 12. ملحوظة برضو مهمة جدا يا صديقي مع فيتامين بي 12 ده، ما تعملش غلطة في ناس كتير بيقعوا فيها، وانهم بياخدوا فيتامين بي 12 ده وبياكلوا وراه اي حاجة مسكرة او اي حاجة فيها نشويات عالية. ده خطأ للأسف الناس كتير بتقع فيه، لان فيتامين بي 12 ما بيمتصش داخل الجسم ومعاه حاجة سكريات، وانا قصدي هنا بسكريات عالية، يعني مثلا ما تروحش تاخد جرعة فيتامين بي 12 وتروح واكل بعديها شوكولاتاية، شو واخد جرعتك من فيتامين بي 12 وتروح واكل وراها ايس كريم، ده كده مش هيمتص في جسمك. لو عايز تاكل بعديها سكريات ممكن تاكل بعديها سكريات مثلا بنص ساعة ساعة، ولكن بعد ما تاخد جرعتك من فيتامين بي 12 ما تاخدش وراها ابدا اي حاجة فيها سكريات عالية. اي يا جماعه فيتامين بي 12 ده مهم جدا، وناس كتير جدا للاسف مهملاه وعندهم نقص فيه، ولكن محدش يجي يقول انا تحمست وهستخدم فيتامين بي 12 عشان عندي تساقط شعر. ممكن يكون تساقط الشعر اللي عند حضرتك سببه مش نقص فيتامين بي 12، ممكن يكون نقص حاجات تانية هنتكلم عنها تباعا فيما هو قادم من المواعيد. ولكن ملخص الكلام، لو انت اعصابك بترعش، عندك رعشه في الاعصاب، عندك تنميل في الاطراف في الايدين والقدمين، او عندك تساقط عنيف في الشعر غير مبرر ومش لاقي له سبب، ممكن تستخدم فيتامين بي 12. كورس قصير مدته اسبوعين هيخلي شعرك حديد باذن الله تعالى. ودي كانت تجربتي يا جماعه مع فيتامين بي 12 لعلاج تساقط الشعر، واتمنى ان يكون الكلام اللي قلته افادكم وعجبكم. ولو عجب الكلام دوس لايك من زرار اللايك اللي تحت، اشترك معايا في القناه من زرار السبسكرايب الاحمر، خلي لونه يبقى رمادي، وفعل علامه الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد اول باول. اتشرفت جدا ان شفت الفيديو ده، اشوفك على خير في فيديو جديد من برنامج الاكسبيرمنت. سلام عليكم.